أهلا وسهلا. شكرا كثير زينب. لا تأخذني، ما قدرت اجي على المحكمة، بس خبرني المحامي كل شيء، الحمد لله على سلامتك. هالمرة مرقت ورح تستمر المحكمة غيابية، يعني لساتني متهم. المهم هلا انك موجود بيناتنا. مهند كمان اليوم ما اجا؟ عنده اجتماع شي؟ لأنه كان لازم يجي. زينب وينه؟ ما شفته من امبارح لمهند. شوفي، عرفت سمرة وين بتشتغل وجاي بهيك وقت لتخبريني بهالشي؟ من هداك اليوم وأنا ضميري عم يأنبني كتير، ما عاد فيني ضل ساكتة. سمرة محتاجتك تكون جنبها أكتر من أي وقت منها. واليوم ما حكينا مع بعض أبدا. حط هاد على وشك، خود حطه. طلع فيني ولا انا مهند تكينو اوغلو. لا تنسى هالاسم، تحفر هالاسم براسك ماشي؟ انا رح اخذ امانه اخوك بشير. شو هو؟ مهند تكين اوغلو، لا تنسى الاسم. سمعتني؟ سمعتك. سمعتني ولك؟ سمعتك. برافو عليك، يعطيكم العافية شباب. انزل معلم. انزل وعرفني لوين بده ياخذ بنت. اتركني مهند، ان شاء الله انت شو علاقتك فيني؟ اتركني. سكري تمك.